لنا تحويل جملة الاسمية إلى الفعلية. تحويل معناه تغيير. تغيير الجملة الاسمية، تغير يعني تحول من جملة اسمية إلى جملة فعلية. الآن أنا أعطيك مثال هنا، مثلا كما رأينا هنا، مثلا الطالب يجلس على الكرسي. الطالب يجلس على الكرسي. فهنا نقول يجلس، هنا نقول يجلس الطالب على الكرسي. الآن انظر هنا، هذا الفعل، هذا الفعل يجلس نبدأ به هنا، ثم الطالب يأتي بعده. الطالب يجلس على الكرسي، فهنا هذه جملة اسمية، لكن إذا أردنا جملة فعلية ماذا نقول؟ نأخذ هذا الفعل ونجعل في أول الجملة هنا، مثل ما عملنا هنا يجلس الطالب على الكرسي. إذن هذه جملة اسمية، هذه جملة فعلية، هذا هو تغيير، تغيير جملة اسمية إلى فعلية، وهناك تغيير جملة فعلية إلى اسمية والعكس opposite. الطالب يجلس على الكرسي. الآن دعنا ننظر إلى الشاشة هنا، الشاشة بدل أن نكتب على سبورة ننظر إلى الشاشة. الآن عندنا الطالب يجلس على الكرسي، هنا بدأنا بماذا؟ يجلس، هذا الفعل يجلس، ثم هذا الطالب جاء بعد يجلس، يجلس الطالب على الكرسي. ثم الولد شرب الماء، نقول شرب الولد الماء. فنقول البنت تعيش أمام البيت، نقول تعيش البنت أمام المسجد. ثم أبي سافر أمس، فنقول سافر أبي أمس، يعني نبدأ بالفعل. طيب الصفحة التي بعدها، الآن هذا عكس، تحويل جملة اسمية إلى الفعلية. الآن هذا مثنى، انظر إلى هذا، الرجلان يمشيان في الطريق. نقول هنا الرجلان يمشيان في الطريق، يمشيان في الطريق. هذه جملة اسمية لأنه يبدأ بالاسم، الرجلان يمشيان في الطريق، هذا يمشيان. فماذا نقول هنا الآن؟ نقول يمشي الرجلان في الطريق. الآن إذا نظرنا هنا يمشي، يا يا، ميم ميم، شين شين، يا يا، لكن ألف ونون نحذف هنا، لا نجعل ألف ونون، ألف ونون نحذف. إذا كانت جملة فعلية هذا يمشيان يكون يمشي، يذهبان يذهب، نعم، وهكذا. دعنا نأتي إلى الشاشة هنا، فالرجلان يمشيان في الطريق، فنقول يمشي الرجلان في الطريق. هنا هذه علامة إكس، علامة حذف ألف ونون، ليس في ألف. طيب المسافرون ينظرون، ينتظرون الطائرة، المسافرون ينتظرون الطائرة. هنا ينتظرون فيه واو ونون، لكن هنا نقول ينتظر بدون واو ونون، نحذف واو ونون، يكون ينتظر ليس ينتظرون، ينتظر. وهنا البنات
يساعدنا أمهاتهن. هنا نقول تساعد البنات أمهاتهن. انظر هناك فيه نوعا ما من في البنات. إنما نقول البنات البنات يساعدنا أمهاتهن. يساعدنا. الآن ما هي التغيرات؟ هذه الياء هذه الياء نغير ونجعل الياء نجعل تاء نجعل تاء ثم هذه النون نحذف. فهنا هذه نحذف هذا نجعل تاء. فكيف نقول تساعد تساعد البنات أمهاتهن. تساعد رأيت هنا تاء هذه تاء ليس ياء تو. ثم هنا تساعد ليس فيه نون. تساعد البنات أمهاتهن. إذن هذا هو درسنا اليوم. فبهذا القدر القليل إن شاء الله نقف وسنستمر في الحصة القادمة بتوضيح هذه الجملة الفعلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ودنيانا وأن يحفظنا من كل شر. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.